مرحبا شباب، اليوم جبت هذا المنتج، وصل لي اليوم هيريسي. هنشوف شنو موجود. هذا الغلاف كبداية، هذا ما اعرف شنو، خليه على صفحة. هذا الكتالوج مالته، شوف الجهاز، هاي الجنطة له، نفتح نشوف شعدنا هنا أنا. آه ها، شوفوا هاي الأجهزة اللي وصلت. هذا الجهاز اللي تخلى بالسنارات الفوكس أو أي سنارات اللي بيها ستاند. هسه راح نشوفكم الشرح مالته شو راح يكون. هاي الباتريات ناخذ نجرب، هاي نوعية الباتري اللي يستخدم بيه، راح نجرب واحد من عندهم. هسه نشغل من هنا، اشتغل عندنا. طبعا هنا العلو مالته مستوى الصوت هذا. نبدي نجرب هسه هذا، هو ثلاث الوان موجود من عنده، بس نجرب هسه اللون الاخضر، هو كله نفس الشيء بس الاصوات راح تختلف. هسه هو جاهز للتشغيل. هذا طبعا يتركب الخيط هنا، ورا ما الصيت الخيط راح ينسحب، راح يطلع هذا الصوت عندنا، وهاي الاضوية تشتغل. هاي طريقة الشغل مالته. طبعا هو جهاز كلش خفيف، هنا ببرغي يشكل بالستاند، وحجمه يعني تقريبا قبضة الايد زين، كل زين، ما بي ثقل، ما يطلع 1 باوند 2 باوند، يطلع اكثر شيء. هذا الجهاز طبعا هذا تخليه وياك وين ما تروح، اللي به هو راح يكون بيه ثلاث اضوية هنا، حتى اي وحدة من عندهم راح تصيد راح يشتغل عندك ضوء مالتها، اللون مالتها راح تعرف يا وحدة صادت. وهاي كتجربة قدامك، هذا لون اخضر، هذا الجهاز لون اخضر، باهنا ايش راح يصير؟ راح اشغل هذا، تتأشر عندي بالاخضر، يعني معناته الاخضر، اللون الاخضر صادت. شوف ياي السنارة لون حاط عليها لون اخضر، هي اللي صادت، روح تسحبها. وهذا الجهاز يمشي وياك مسافة هواية، ممكن انت تتمشى مكان بعيد، تروح مكان بعيد، بس هذا تاخذه وياك، تخليه بجيبك، من الصيد راح تجي ركض، راح تعرف على ياهوية وحدة منهم راح تروح. راح نجرب لكم لون ثاني. اوكي شباب، جبنا غير واحد، هذا غير لون. هسه راح ابدي اجربه وياكم. طبعا هو جربته بقى هنا يرمش. هسه نجرب هذا اللون الاحمر، راح يشتغل عندي لون احمر. هذا اللون الاحمر مالت هذا، هذا صوته. نشغل ويا الاخضر همينه، راح اشغل اثنيناتهم واحاول. طبعا ما اقدر ازوم كليتهم بيد وحده. واكو بعد لون ازرق، ثلاثه من ذوله، ثلاثه من هذوله، اكو احمر واخضر وازرق. وهذا الجهاز مالتهم، يا منهم راح يرمش وانت بعيد راح تعرف يا هي صادت. هذول كلفوني 100 دولار، وان شاء الله راح اشوفوهم على الصيف بالسنارات الثانيه. تحياتي لكم شباب.